تربية الأبقار الحلو من أهم الأنشطة الفلاحية التي يقوم بها الحاج أحمد، ما يزيد عن 30 رأسا منها تضمن له إنتاجا تقدر نسبته بحوالي 700 لتر من الحليب يوميا، وثيرة عادية بالرغم من الجائحة عرفت في الآونة الأخيرة بعدا من المشاكل بحكم قلة التساقطات المطرية. حليب فالإنتاج كاين وتيتخاد والفلاح تيستافد من الاداء ديالو، اداء من الشركات، هذاك الفلوس اللي كياخذ من الشركات كيشري بها العلف، يعني ما كاين حتى شي اختلاف اثمنه ديال اقتناء الحليب لحد الان قبل الوباء وحتى دخل الوباء نفس اثمنه باقا، ولو انه راه نقص واحد العدد ديال الفلاحه اللي ما عندوش ما يوكل، ما عندوش الضرا، ما عندوش خاف من الجفاف وباع. عرف قطاع إنتاج الحليب تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة على مستوى جهة الدار البيضاء استات، يساهم في خلق فرص الشغل بحوالي 6 مليون يوم عمل، ويتم تعزيز جودة الحليب من خلال تحسين الظروف الصحية للإنتاج والتسويق والتصنيع، كما هو الشأن هنا بهذه الضيعة بإقليم برشيد. هناك مجموعة من الشروط كيقوم باختبارها من أجل الشحن تاع الحليب، كيشوف البي اش ديال الحليب، كيشوف واش فيه انتيبيوتيك ولا لا، وعندنا خلاص حنايا الجوده نتاع الحليب كتم هنايا عندنا في 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 المحلب. هذا القطاع يعني عرف واحد استثمارات كبيره في السنين الاخيره على مستوى الاقليم، تيبلغ الانتاج تقريبا 69 مليون لتر، وكيشكل تقريبا نسبه ديال 11% من الانتاج ديال الجهه. على مستوى القطيع كتواجد الاقليم حوالي 40,000 بقره حلو. على المستوى الوطني تساهم جهة الدار البيضاء استات بحوالي 24% من إنتاج الحليب، حيث توفر أزيد من 630 مليون لتر سنوياً.